احتفالا باليوم الوطني للمسنين، قامت السلطات المحلية بمشاركة مقيمي دار المسنين بتيارة احتفالات هذه السنة. وهذا ما هو إلا واجب، لأن الدولة كما تعلمون عزيمة أن تتكفل بهذه الفئة وهذه الشريحة من المواطنين، لكن المجتمع كذلك له دور كبير. المناسبة تزامنت وشهر رمضان، حيث يحاول العمال خلق جو عائلي للمقيمين. الحمد لله في سيدنا رمضان أنا لاباس خاير، نحمده ونشكره، نحمد ربي على خدامتنا، الله يشدنا فيهم، يشدنا في مديرتنا. الحمد لله راهم مطلين فينا، لاباس علينا، كلش كاين، العمال مطلين فينا، المديرة كيف، كاع الناس هذه فيها رحمة ربي والحمد لله. للإشارة، فقد تم على هامش هذه الاحتفالات تكريم عدد من الفائزين في بعض المسابقات المنظمة من طرف دار المسنين.